بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي ابن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. إحنا بنتكلم في النوم، واتكلمنا على المجلس. من مقتضيات النوم إيه؟ الرؤية. فالنهار رح أكلمك على الرؤية بقى. وإن كان مش كل واحد بينام بيشوف رؤية، لكن هي تملي الرؤية لا تحدث إلا للنائم، فمن مقتضيات النوم. فجاب لك باب الرؤية بقى عشان يبقى إيه، خلص لك كل حاجة متعلقة بالنوم. الباب 29 بعد 100، باب الرؤية وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. عشان تصحى من النوم بقى يقول لك يسمعون، فهم؟ يعني مش بيكلم عن النوم، يبقى قال لك قوم إيه؟ يسمعون. عشان إيه؟ اللي بيوقظ الإنسان من النوم إيه؟ حد ينادي عليه: أم يا فلان، إيه في حاجة؟ يصحى. فالسمع مهم للاستيقاظ. وفي النوم عينه إيه؟ مغمضة، فما قالش يبصرون، قال يسمعون. في دي دقائق في القرآن لطيفة، يعني تاخد بالك منها، تقوم ما تتلخبطش. هو هنا كان إيه؟ الآيات للعالمين، ولا لقوم يعقلون، ولا لقوم يسمعون، أو تتلخبط. لكن أنت انظر للآية والمعنى تلاقي نفسك ما تتلخبطش، لانه كله ماشي على نسق جميل. القران كله ماشي على نسق جميل. تفكر يا عالم واسمع يا عالم. تفكر يا عالم واسمع يا عالم. نعم. طب الحديث 40 بعد 800. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوه الا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحه. إلا ورانا لم يبقى إلا. الله، مش لسه بتيجي في موضع إيه؟ موضع الحصر، إذا سبقها نفي. فاكرين؟ عشان تفهم إن القواعد اللي إحنا بنقراها دي بتفيدك، فإنك أنت تفهم. يعني كأن إيه؟ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر باقي النبوة ليوم القيامة في الرؤية الصالحة بس. ما فيش أي حاجة من علامات النبوة تانية إلا الرؤية الصالحة بس. أو ده حصر. لم يبقى من النبوة إلا، شوف إيه، إلا المبشرات. يبقى توفيد إيه؟ الحصر إذا سبقها نفي. فهمت؟ قال: وما المبشرات؟ قالوا: الرؤية الصالحة. قال: الرؤية الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. واقترب الزمان دي يعني ايه؟ اقترب قيامة، يعني قيام الساعة، يعني اخر الزمان، يعني ربما. والراجح هو ده كده. ليه بقى؟ لان كلما اقتربت القيامة كلما مات العلماء، والناس يبقوا في جهل. يوم ربنا ينجدهم بالرؤى، يدلهم بالرؤية، ما فيش عالم ينجدهم. يقوم ربنا ايه؟ يجبر خاطرهم، يجي لهم رؤية صادقة تقوم تنشلهم من غفلته. ليه؟ لانه العلماء ماتوا. يقوم ربنا ينجد الناس بالرؤى. وكم من انسان صلح حاله برؤية صالحة رآه، وكم من انسان حتى دخل في الاسلام بانه رأى النبي في الرؤية وهو كان كافر. فكأن النبي شايف ان ده من امته وتايه في الكفر، يقوم يجي له في الرؤية يقول له: تعالى يا حبيبي، يجيبه على طول. فهم؟ وبالتالي الرؤية ايه؟ بتكسر في اخر الزمان لقلة العلماء. طالما يقل العلماء يقوم ربنا يجبر خاطرهم بقى برؤية صادقة تقوم تدلهم، لان وظيفة العالم ايه؟ انه يدل الناس على الخير،
طب العلماء قالوا يبقى الدالين على الخير قليلين، يقوم ربنا يعوض الأمة بالرؤية فتكثر الرؤى الصالحة. فهمت بقى؟ متفق عليه. وفي رواية وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، يعني إذا كنت في اليقظة صادق في الحديث في حياتك اليقظة ربنا يصدقك في الرؤى بتاعتك، ما تبقاش مشوشة، تبقى رؤية واضحة مش محتاج حد يقولها لك، لأن أنت راجل في حياتك واضح مش ملاوع. لو أنت في حياتك ملاوع يجيب لك رؤية ملاوعة تبقى عايز تأويل ليها، أنا مش فاهم بشوف رؤية وحاجات مش عارف، لأن أنت ملاوع يا ملاوع. فاللي يقول لك أنا بتشوف رؤى ومش عارف أفهمها اعرف أنه في يقظته ملاوع، واخد بالك إزاي؟ على طول كده. لكن كلما كنت في يقظتك واضح ظاهرك زي باطنك كده ما فيش ملاوعة، فهمت إزاي؟ يوم تبقى رؤيتك مش محتاج حد يقولها لك، واضح جايه لك كده واضح زي الشمس. فهمت يا استاذ؟ وعشان كده بيقولوا اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظه، او فكأنما رآني في اليقظه لا يتمثل بالشيطان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية في مسلم فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. يبقى الأدب مع إيه؟ مع ما ترى في المنام، إن كان خيرا خير وبركة، واضح احتفظ به لنفسك، غير واضح اسأل واحد تحبه أو بيحبك أو يكون عنده عقل ولبيب. ليه؟ لأن بتقع الرؤية على أول تأويل، فلو كان بيبغضك يقول لك يا ده انت هيجي لك مصيبه سودة، تيجي المصيبه سودة على طول. انما التاني يقول لك لا ده ربنا هينجيك من شرك شديد، يوم ربنا ينجيك. شوف ده اولها ان المصيبه جايه، والتاني اولها ان المصيبه ماشي. فهمت ازاي؟ فايه فعلشان كده تقول الرؤيه لواحد ايه؟ حبيب لبيب، حبيب وايه؟ ولبيب، يعني عاقل. فهمت؟ لان الرؤيه بتبقى على ايه؟ على جناح طائر تحتمل كل الاحتمالات، يقوم ربنا يوقعها على ايه؟ على ما كنت تظنها، عشان ربنا ما بيخيبش ظن عبده. ربنا يعني عايز تظن حاجة وربنا يخيب ظنك؟ فاهم؟ فاللي يظن سوء هيجي له السوء، واللي يظن خير هيجي له خير، ربنا ما بيخيبش ظن عباده. فهمت بقى ازاي؟ واللي يخاف من العفريت يطلع له، والمهموم من المرض يمرض بيه. وانا حكيت لكم واحد صديقي كان جراح وكنا في الثلاثينات من عمرنا يعني شباب كلنا، كل شويه يجي له مغص، انا حاسس ان هيجي لي حاجه في القولون، انا حاسس ان هيجي لي سرطان في القولون. والله بعد 3 سنين جاله سرطان في القولون ومات بعد سنه، حاجه غريبه، مع انه كان في كمال العافيه وكان يروح للنادي ويلعب سكواش ويلعب تنس وحاجه طاقه، ويعمل له 10 عمليات ويروح العياده وما بيهمتش، كله قوة، لكن سبحان الله جه في قلبه كده انه هيجي له سرطان في القولون، وقاعد بقى الآن كل ما يجي له مغص يروح يعمل أشعة وأشعة مقطعية وأشعة مش عارف، وسبحان الله ربنا ما خيبش ظنه، جاله سرطان في القولون ومات ايه؟ شهيدا حميدا، لأنه كان راضي بقسمة الله، وميت وفي إيده كتاب دلائل الخيرات بيصلي على النبي رحمه الله، كان صديقنا يعني، مات عنده 36 سنة. فالمقصد ايه؟ انك انت ما تنتظرش الشر ولا تتوقعه هيجي لك، انتظر الخير الخير يجي لك، اياك تنتظر الشر تبقى متشائم. شوف النبي ما يحبش امته تتشائم، يحب امته تتفائل، يحب الفأل الحسن. فلازم تعرف ازاي تتعامل مع ربك. فانت لما تشوف رؤية وشكلها كده غريب واحتمالات تأويلها كتيرة، روح لواحد حبيب ولبيب. ليه بقى؟ عشان يأولها لك على احسن حاجة، يوم انت تتوقع من الله الخير يوم يجي لك الخير. فهمت بقى؟ فدي نقطة مهمة على فكرة في التعامل مع الله.
عشان كده الرسول يقول ايه؟ الله عند ظن العبد، مش كده؟ فدي نقطة مهمة. النبي ما سبناش على فكرة، مش فاهمين، ده النبي فهمنا كل حاجة، بس احنا اللي بنتغافل، فنبطل غفلة بقى. يبقى لما يشوف رؤية وحشة زي كابوس كده ما يقومش يحكي لحد خالص، لانه ما بيكرره بيثبت في ذهنه، يوم ما ينام يشوفه تاني. لكن خلاص اهمله، اهمله خالص، واخد بالك، واستعذ بالله وادفل عن يسارك، وقوم لو كنت شبعت من النوم قوم اتوضى وصلي لك ركعتين. طب مش عايز تنام تاني، نام على الجنب التاني، او نام في الاوضه التانيه، او في سرير تاني، او تحت السرير يا اخي، اي حته، افرض الاوضه ضيقه، السرير واخد الاوضه، نام في اي حته يا اخي، نام تحت السرير، وقف السرير كده وحط البنامر ونام. يا الله يا كريم، لان في ناس عايشه الاحلام مشوشه حياتها، في ناس عايشه كده متشوشه بالاحلام، فانا ما بحبش الحكايه دي. درجة كل واحد يجي ساعات يتصل بيا بتقول ايوه مولانا انا عايز بس اقول لك رؤيه، اول ما اسمع الكلمه دي دم يفور يا اخي، عايز اخد مهدد قبل ما اعرف هيقول لي ايه. يا عم انت مالك، لو كانت خير خلاص خليها خير وما تحكيليش بيها، لو كانت شر ما تحكيهاش لحد وخلاص، تضيع وقتي وتضيع وقتك. في ناس كده متكعبله بالرؤى، فمش عايزين كده، ربنا يصرف عنكم الكعبله. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة، من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. النبي وعدك انك مش هتضرك خلاص، خايف من ايه بقى؟ قوم استعذ بالله وادفل ثلاثا عن يسارك ومش هتضرك خلاص بقى، انسى، قوم روح شغلك. ده في ناس يشوف رؤية وحشة ياخد أجازة عرضة ما يرضاش يروح شغله. أه والله أنا نوعيات عجيبة، وعلى مستوى علمي عالي تلاقي أساتذة في جامعة وناس يعني واخدين دكتوراهات، لكن الرؤية مكعبلاهم، فغلط كده. فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضر. متفق عليه. النفث نفخ لطيف، نفخ لطيف مع ايه؟ مع قليل من الريق، لان ده يحرق الشيطان. تصور بقى، يعني هواء، الهواء اللي خارج من نفس الذاكر يحرق الشيطان، فاهم؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثه. يبصق يعني ايه؟ يعني يطلع شوية ريق كتير، فهمت؟ ريقك ده يطفي ايه؟ يطفي، لان الشيطان من نار والنار تتضايق من الريق، فهمت ازاي؟ يقوم يطفي النار بتاع الشيطان. وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. لو عايز ينام يعني تاني، فهمت ازاي؟ طب النوم طار من عينك، قوم اتوضى بقى وصلي ركعتين خلاص انتهي، وانسى بقى كلها، ما تلمش بقى الجيران واصحابك وعلى الواتساب وتبعت انا شفت كذا وشفت كذا وشفت، بطل بقى، بطل بقى وقع، وتطلبني بالتليفون، بطل بقى وقع، اللي هيطلبني بالتليفون في رؤيه هشخط فيه وهعمل له بلوك ودلته. وعن أبي الأسقع واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى، يعني الكذب، يعني أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يعني ينسب نفسه لغير أبيه، أو يري عينيه ما لم ترى، يعني يشهد على حاجة أنه شهدها وهو ما شهدهاش، أو يقول أنا شفت رؤية وهو ما شافهاش، فهمت ازاي؟ يا اما في اليقظه زي شهاده الزور، يا اما في النوم يدعي انه شاف في المنام وهو ما شافش حاجه في المنام، فهم؟ كل دي من ايه؟ افتراء على الله الكذب. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا انه قال: اوحي الي ولم يوحى الي شيء، والرؤيا من جنس الوحي. شفت؟ فدخل في الايه. او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يكذب على النبي بقى.
يكذب على النبي ويجيب لك احاديث مكذوبه ويقعد ينشرها ويشيرها على الواتساب. فهمت ازاي؟ عشان ياخد ثواب. يقول لك شير عشان تاخد ثواب، وهو اصلا عامل لك مغرز، باعت لك حديث موضوع مكذوب، وانت ايه مسكين قاعد تاخد ايه في بلاوي. رواه البخاري. دلت الواتساب احسن، الغي يا اخي من موبايلك يا اخي، كله كذب ورغي كتير على الفاضي. نقرا الشرح. باب الرؤيا بالقصر مصدر، اي الحلميه في المشهور. طالما بالالف كده الرؤيا بالالف تبقى المناميه، ولو الرؤيه بالتاء المربوطه تبقى البصريه، ولو الراي يبقى العقليه، رؤيه عقليه او مذهب. فهمت ازاي؟ يبقى راى رايا يعني ذهب مذهبا عقليا، راى رؤيه تبقى رؤيه بصريه، راى رؤيه تبقى مناميه. خدت بالك؟ وكلها جايه من راى. قال في المصباح: ورؤيا على فعلى غير منصرف لألف التأنيث المكسورة، وسيأتي فيها مزيد بيان وما يتعلق بها أي من الآداب. قال الله تعالى: ومن آياته أي دلائل الألوهية ووحدانية منامكم بالليل والنهار، وذلك لما فيه من إذهاب الشعور حتى يصير النائم كالميت ثم يستيقظ منه فيعود له ما كان من الشعور والإدراك كأنه لم يزل البتة، وذلك دليل كمال القدرة. والله النوم ده يا أخي حاجة عجيبة، حير العلماء لحد دلوقتي النوم ده، مش عارفين إيه اللي بيحصل فيه، ولكنه مهم جدا لحياة الإنسان. لكن إزاي تبقى نايم تعبان قوي قوي ساعتين وتقوم تلاقي نفسك بيت مستريح قوي قوي؟ حصل إيه يعني؟ حصل إيه؟ حاجة غريبة يا أخي الجسم ده، حصل حاجات لحد دلوقتي غير معروفة. يقعدوا يعملوا تحاليل ويعملوا وياخدوا الدم وياخدوا مش عارف ايه ورسم حركه كهربه المخ ودقات القلب، نفسهم يعرفوا ايه اللي بيحصل. سر من اسرار الله في الكون لحد دلوقتي النوم ده ايه من ايات. شوف عشان كده بيقول لك ايه: ومن اياتي منامكم، يعني جعل النوم ده ايه عظيمه. فهم؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبقى، قال الدمامين في المصابيح، قالوا يريد لا يبقى بعده من النبوة إلا المبشرات، أي أن الوحي ينقطع بموته، فلا يبقى بعده ما يعلم به ما سيكون في الغيب يعني إلا المبشرات. فالمقام للنفي بلن دون لم، أصل لم لإيه؟ لنفي الماضي، ولن لنفي المستقبل. فهمت إزاي؟ فكان حق يبقى ايه؟ لن. ويبدو ان الروايه بلن، لكن ايه اللي رواها الصحابي جابها بلم. فاهم؟ لكن هي الروايه بلن، او تبقى لم بمعنى لن، ونريح نفسنا. احيانا تاتي بمعنى لن. فاهم؟ فان لم تفعلوا يعني الان، ولن تفعلوا يعني في المستقبل. فهمت ازاي؟ فلن تبقى ايه؟ تنفي المستقبل، ولم تنفي ايه؟ الحال. وتقلبه كمان النفي الفعل الايه المضارع بلم يقلبه للماضي، يخليه ماضي خلاص. فاهم؟ لم دي اصلا بتعمل عمليات جراحيه قويه جدا في الفعل، بتعمل له تجميل، عمليه تجميل وتغيير. فهمت ازاي؟ ولم كذلك. وقد جاء في روايه: لن يبقى بعد من النبوة إلا المبشرات. وأصل الكلام لابن التين، وزاد عليه قوله: فالمقام للنفي بلن. ليه؟ لأنه بيتكلم على المستقبل. وقال المؤلف: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة، يريها الله للمؤمن المؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. قالوا يعني احيانا ياتي الانسان رؤيه تبقى ايه مثلا مزعجه وتبقى من الله بره. زي نعرف واحد مثلا شاف ان هو يوم القيامه قام وكانش بيصلي، ان يوم القيامه قام وسمع بقى ايه زبانيه النار بينادوا على اسماء اللي هيدخلوا، فلا اسمه من ضمن اوائل اللي اتنادت، فقلبه طب وبقى خايف
وشايفهم بيخطفوهم ويرموهم في النار، كل ده في الرؤية. ما بطلش صلاة من يوميها. خاف بقى. فأحيانا تأتي تبقى إيه مزعجة، لكنها عشان تفوقه. فهمت بقى إزاي؟ وما المبشرات؟ قالوا أي الصحابة الحاضرون كلامه، وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. يحتمل أن المراد صلاحها باعتبارها في ذاتها، ويحتمل أنه باعتبار تأويلها. رواه البخاري في كتاب التعبير من صحيح. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان، أي استوى الليل والنهار واعتدل، وذلك في زمن الربيع، أو اقترب انتهاء أمل الدنيا، أو اقترب بحيث تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة، أقوال ثلاثة حكاها الطيبي، وظاهر صنيعه اعتماد الثاني اللي هي إيه؟ اقتراب انتهاء الدنيا يعني. وظاهر صنيع الحافظ ابن حجر اعتماد الأول اللي هو اعتدال الربيع، إيه؟ يبقى الليل قد النهار تقريبا. وظاهر صنيع الحافظ ابن حجر اعتماد الأول، وأيد الطيبي ما قاله اللي هو باعتبار إيه؟ باعتبار اللي هو اقتراب انتهاء الدنيا يعني. ما قاله بحديث في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، في رواية كده رواها الإمام الترمذي. وكذا أيده السيوطي بل صوبه، والإمام السيوطي برضو قال آخر الزمان، يعني يقصد إيه؟ إذا إيه اقترب الزمان يعني إيه؟ يعني آخر الزمان. وقال لأن أكثر العلم ينقص حينئذ، وتندرس معالم الديانة، فتكون الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين، كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء. لكن لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عوضوا بالرؤية الصادقة. وقال العارف ابن أبي جمرة إن المؤمن حينئذ يكون غريبا، فيقل أنيسه، فيكرم بالرؤية الصادقة. أحيانا الإنسان يشعر بوحشة شديدة، يقول ربنا يكرمه برؤية إيه صالحة كده تطمنه في وسط وحشة إيه الأحداث اللي عايش فيه. وقال الفارسي في مجمع الغرائب يحتمل أن معناه إذا اقترب أجل الرائي، أي بأن طعن في السن وبلغ أوان الكهولة والمشيب، فإن رؤيا أصدق، وذلك لاستكماله غاية الحلم والأناة والقوة النفسية. لم تكد، لم تقارب رؤيا المؤمن، وفي رواية لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب. قال الطيبي اختلف في خبر كان المنفي، والأذر أنه يكون منفيا أيضا. يعني ما يقول لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني إيه؟ يعني لا تكذب. تكذب دي خبر، يبقى في محل نفي برضه. فهمت؟ كأن تكد دي إيه؟ تنفي الحدوث وإيه للي بعدها بغير أداة نفي. فلما تنفي النفي تثبت إيه؟ تثبت إيه؟ عدم الحدوث. فهمت إزاي؟ تثبت الإيه؟ الثبات. لكن كده كده من غير أداة نفي هي في حد ذاتها منفية من غير أداة نفي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. وقال له إيه؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، يعني عصمناك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لم تركن إليهم شيئا قليلا بالعصمة. فهمت؟ يبقى نفعا، مش انه هو قارب، لا لا، ده هو لم يقارب اصلا انه يركن اليهم ولو قليل، يبقى من باب الاولى انه لم يركن اصلا. فالآية فلما تفهمها هنا تفهم ان الآية دي تنزيه للنبي، مش ايه، مش تهمة للنبي زي اللي مش فاهم لغة يقول لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا، يعني هو النبي كان حيركن اليهم ولا ايه؟ ولا ايه ده؟ يقلق. مش كده برضو؟ ده اللي مش فاهم لغة. لكن اللي فاهم لغة يعرف ان هي نفي ايه؟ الركون ولو قليل. فاذا نفى الركون القليل ينفي الكثير من باب اولى. ويبقى ايه؟ وقال له لو لان ثبتناك، يعني عصمناك وحفظناك. فهم؟ فالآية هنا
تدل على ايه؟ على كمال عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وانها لم يخطر في باله لحظة ان يداهن الكفار ولو لحظة صلى الله عليه وسلم. يبقى كاد فعل من في ايه؟ بذاته كده من غير أداة نفي، تقول كدت اقع يعني لم اقع، كدت اموت يعني لم اموت، قاربت الشيء لكن لم يحدث. فهمت ازاي؟ فلما تنفي المنفي تثبت بقى. فهمت بقى؟ لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب، قال الطيبي اختلف في خبر كاد المنفي، والأظهر أنه يكون منفيا أيضا، لأن أحرف النفي الداخلة على كاد تنفي قرب حصوله، والنفي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسه، ويدل عليه قوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني لا يراها. والرؤية كما قال الطيبي نقلا عن الكشاف بمعنى الرؤية، إلا أنها تختص بما كان منها في المنام دون اليقظة، فلا جرم فرق بينهما بحذف تاء التأنيث، وجعل ألف التأنيث فيها مكان تائه للفرق. وقال الوحيدي الرؤية مصدر، إلا أنه لما صار اسما للمتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء. وقال المصنف الرؤية مهموزة مقصورة، ويجوز ترك الهمزة تخفيفا، تقول الرؤية الرؤية وما جعلنا الرؤية التي أريناك، في قراءة كده على فكرة، وما جعلنا الرؤية التي أريناك، اللي هي إيه؟ المنامية يعني، كأن الإسراء والمعراج كان للنبي مناما أولا، ثم لما حدث يقظة صار فتنة. فهمت إزاي؟ وما جعلنا الرؤية التي أريناك مناما إلا فتنة للناس بأن جعلناها يقظة. فالآية تدل على أنه حدث له يقظة بعدما حدث له مناما عدة مرات. طب وليه يجي له منام عدة مرات؟ يؤهله أنه لما يشوفه يقظة يبقى إيه؟ ثابت الجنان. فهمت؟ وقال المصنف الرؤية مهموزة مقصورة، ويجوز ترك الهمزة تخفيفا. قال المازري الذي عليه أهل السنة أن الرؤية هي أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات، وكأنه جعلها علما على أمور أخرى، يعني علامة علما على أمور أخرى يخلقها في أثناء الحال قد تتخلف، كالغيم خلقه الله تعالى علامة على المطر وقد يتخلف. وتلك الاعتقادات تقع منا مرة بحضرة الملك فنسر، وأخرى بحضرة الشيطان فنساء. وقد بسط الكلام شيخ الإسلام في فتح الباري. هو في شيخ إسلام غير ابن تيمية؟ في كتير، لكن خد بالك إن الوهابية مش عارفين شيخ إسلام اللي واحد بس. وقد بسط الكلام شيخ الإسلام في فتح الباري على الرؤية، فعليك بمراجعته لتقف على ما فيه من النفائس، متفق عليه. وفي رواية أي لمسلم وأصدقهم أي الرائين الصالحين رؤيا تمييز عن نسبته لمن هو له أصدقهم حديثا أي خبرا، وهذا باعتبار الغالب. قال المؤلف قد يرى الصالح الأضغاث لكن نادرا لقلة تمكن الشيطان منه، بخلاف غيره فإن الشيطان متسلط عليه فغلب عليه الكذب. قال فالناس ثلاث درجات، الأنبياء ورؤياهم صدق البتة وقد يقع فيها ما يحتاج إلى التعبير، والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير، ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث. فالمستورون يستوي الأمران فيهم، والفسقة يغلب في رؤياهم الأضغاث، والكفار يندر في رؤياهم الصدق. لكن الملك شاف رؤيا صادقة، وإيه في قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف، فدل على أن حتى الكافر ممكن يرى الرؤيا الصادقة، لكن ده على سبيل الندور. هو ربنا خليه يشوف الرؤيا عشان سيدنا يوسف يطلع من السجن أصلا، يسبب الأسباب، لكن هو ما كانش يستحق، لكن هو ربنا سبب له الأسباب علشان يطلع سيدنا يوسف من السجن، وإيه
ويتم نعمته عليه كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، بفتح القاف. قال الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق: هو بالنسبة إلى الإخبار بالغيب يكون بشرى برؤيتهم إياه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهو تأويله. يعني قالك في سيران في اليقظة، يعني عندما إيه أبعث من القبر. في ناس فهموها كده. وسمى ذلك يقظة لأنها اليقظة الحقيقية، وذلك لا ينافي أن يكون تأويله بالنسبة إلى أمر الدنيا حصول خير ودين وغير ذلك مما يقول به. قال: وقوله أو فكأنما رآني في اليقظة شك من الراوي، ومعنى غير الأول لأنه تشبيه وهو صحيح، لأن ما رآه في المنام مثال، وما يرى في عالم الحس حسي فهو تشبيه خيالي بحسي. قال: وقوله لا يتمثل بي الشيطان، تنفع تقول بي الشيطان تقول بي الشيطان، تنفع الاثنين صح، لغتان. استئناف بياني، كأن سائلا قال ما سبب ذلك، فقال لا يتمثل الشيطان بي، يعني ليس ذلك المنام من قبيل أن يمثل الشيطان في خيال الرأي ما يشاء من التخيلات. قال: وهل هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قال بعضهم: رؤية الله تعالى ورؤية الأنبياء والملائكة عليهم السلام ورؤية الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث لا يتمثل الشيطان بشيء منه. ده بعض العلماء قالوا كده، لكن لا، ذكر المحققون أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء برضه. يعني لو شفت أبونا آدم يبقى هو دون أبونا آدم الشيطان ما يتمثلش بنبي، لا سيدنا عيسى ولا سيدنا موسى ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا محمد ولا سائر الأنبياء، خدت بالك. وقالوا في ذلك إنه صلى الله عليه وسلم وإن ظهر بجميع أحكام أسماء الحق وصفاته تخلقا وتحققا، لأنه مجلى الكمالات الإلهية الأعظم، فهو مظهر أسماء الله وصفاته في الأكوان صلى الله عليه وسلم، هو مظهر كل الأسماء مش كده برضو، فإن من مقتضى مقامات رسالتي ودعواتي الخلق إلى الحق أن يكون الأظهر فيه حكما وسلطنة من صفات الحق وأسماء صفة الهداية. ما من أسماء الله إيه؟ يضل من يشاء مش كده، فهو الهادي وهو الضال المضل مش كده برضو. طب يزم أدام النبي صلى الله عليه وسلم بيظهر فيه كل الأسماء، طب ليه بقى إيه ما يجيش في سورة غير سورة النبي يبقى مضل هنا؟ قال لك لا، لأن النبي أصله ربنا خلقه للهداية فهو عبد الهادي، والشيطان هو عبد المضل، فاهم؟ فما ينفعش يجتمع فيه الضلال والهداية في آن واحد وهو تمحض للهداية، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وعشان كده الشيطان لا يتمثل، لكن الشيطان بقى إبليس تمحض في اسم المضل، فاهم؟ فلا يجتمع بقى المضل يجي يغطي على الهادي أبدا، فهمت؟ أن يكون الأظهر فيه حكما وسلطنة من صفات الحق وأسماء صفة الهداية والاسم الهادي، فهو صلى الله عليه وسلم صورة الاسم الهادي ومظهر صفة الهادي، والشيطان مظهر اسم المضل والظاهر بصفة الضلالة، فهما ضدان ولا يظهر أحدهما بصفة الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله للهداية، فلو ساغ لإبليس التمثل بها لزال الاعتماد بكل ما يبديه الحق ويضره لمن يشاء هدايته. فلذلك عصم الله سبحانه وتعالى صورة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يظهر بها شيطان، وإنما لم يمنع الشيطان من مثل ذلك في حضرة الحق، مع أن الشيطان ممكن يتمثل ويقول للرائي أنا ربك، ويجي له في سورة نور مثلا، فهمت؟ وإنما لم يمنع الشيطان من مثل ذلك في حضرة الحق وهو أعظم عظما وجلالا، فقد وقع أنه أضل قوما بقوله أنا الله، فظنوا أنهم رأوا الحق وسمعوا خطابه، لأن كل ذي عقل يعلم استحالة الصورة في حقه تعالى، فلا يحصل اشتباه من صورة إبليس بصورته. وقوله فيها أنا الله بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذو صورة مشهورة، فاقتضت الحكمة ما سبق، ولأن مقتضى حكم الحق أن يضل وأن يهدي بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقيد بوصف الهداية
وظاهر بصورتها، فوجب عصمة صورته أن يظهر بها شيطان لبقاء الاعتماد وظهور حكم الهداية في من شاء الله تعالى هدايته به. انتهى. وكلام نفيس على فكرة، كلام في منتهى النفس. وقال الحافظ في الفتح: اختلف في معنى قولي فسيراني في اليقظة، فقيل معناه سيرى تفسير ما رأى في اليقظة لأنه غيب ألقي فيه، وقيل معناه سيراني في القيامة أي رؤية خاصة من القرب منه أو نحو من الخصوصيات. ولا مانع من أن الله تعالى يعاقب بعض عصاة المؤمنين يوم القيامة بمنعهم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مدة. وقد قال ابن التين: المراد به من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه، فيكون مبشرا له أنه لا بد من رؤيا له يقظة قبل الموت. وقال قوم: هو على ظاهره في من رآه مناما، فلا بد أن يرى يقظة بعيني رأسه، وقيل بعيني قلبه. حكاهما ابن العربي وأنكرهما الوهابية. وقد نقل، ما هو لو كان عايش في وسط الوهابية كان زود العبارة دي على فكرة، فإحنا بنزودها بس بالنيابة عن ابن علان، لأن الوهابية ما كانوش يتولدوا أيامه. وقد نقل عن جمع من الصالحين رؤياه مناما ثم رأوه بعد ذلك يقظة وسألوه عن أشياء وكذب بذلك الوهابية. يعني بيكذبوا أي عالم يقول أنا شفت النبي يقظة، يقولوا أنا كذاب، دي هلوسة، بيقولوا له كده هلوسة، بيتعاطى حشيش وأفيون، مجرمين آخر إجرام. ثم رأوه بعد ذلك يقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين، فأرشدهم إلى النجاة من ذلك، وجاء الأمر كذلك. وهذا نوع من كرامات الأولياء. ومعروف الإمام السيوطي بيقول: صححت على النبي 100 حديث يقظة، كان عنده إشكالية فيه، فكان لما يشوف النبي يقظة يقول له: آه أنت قلت يا رسول الله كذا، يقول له آه أو لا. شفت قد إيه؟ معروف الإمام السيوطي أنه رأى النبي كثير يقظة، ولما رأى يقظة إيه حجز نفسه عن الناس، بقى مش عايز يشوف الناس بعد ما شاف حلاوة النبي، بقى استوحش الخلق، فقعد في بيته كده قفل على نفسه بيته، ما رضاش يخرج بقى الحقيقة أن مات. وكان يقول يا سيدي مرحبا يا شيخ المحدثين. أيوه. ثم رأوه بعد ذلك يقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين، فأرشدهم إلى النجاة من ذلك، وجاء الأمر كذلك. وهذا نوع من كرامات الأولياء، وهم أكثر من يقع له ذلك. وقد صرح بوقوع هذه الكرامة جمع منهم الغزالي وابن العربي وابن عبد السلام. مين ابن عبد السلام؟ اللي هو العز ابن عبد السلام، العز ابن عبد السلام اللي هو كان معترض على الصوفية، وبعدين لما قابل سيدنا ابو الحسن خد منه العهد، ازال من كل شبهه، فاخذ العهد على سيدنا ابو الحسن. لكن قبل ما يلتقي بسيدنا ابو الحسن كان عنده اعتراضات كثيره على الصوفيه، كاعتراضات العلماء على اهل الله. وبعدين لما قعد مع سيدنا ابو الحسن في كلمتين بسيط كده حللوا اشكالياته، فاخذ عليه العهد وصار ايه شاذوليا. إن رآه صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة فإدراك حقيقته، وإلا فإدراك لمثاله، لأن ممكن تراه على غير صورته الحقيقية. وقال المصنف: الصحيح أنه يراه حقيقة سواء رآه على صفته المعروفة أو غيرها. وأيد الحافظ قول من فرق بين قول المرء بصفته أو بغيرها فيكون الأول حقيقة والثاني المثال، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، أي لحسن صورتها أو تأويلها، فإنما هي من الله، أي أنها لحسنها تضاف إليه تعالى كما يضاف إليه كل جميل، فليحمد الله عليها. يحتمل أن يكون المراد المبالغة في الحمد لذلك، حتى أنه لكثرته كأنه على المنعم به، فعلى على بابه. وقد ورد: ما أنعم الله على عبد، فيها علو، يعني علو النعمة يعني وإسبغها، بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطي خيرا مما أخذ.
يعني ما أعطي من الحمد خير مما أخذ من النعم، فهمت؟ ويحتمل كونها تعليلية كهي في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لأجل ما هداكم. وفي الحديث طلب الحمد عند حدوث النعم وتجدد المنن فذلك سبب لدوامها، وليحدث بها أي من يحب، كما بينه قوله في رواية وهي لمسلم في حديث أبي قتادة الأتي وعده فلا يحدث به أي بالمرء المدلول عليه بالرؤية، وفي نسخة مصححة منه بها بضمير الرؤية إلا من يحب، وذلك لأن العدو ربما يحمله على بعض ما تحتمله منه مما فيه سوء للرأي، فيكون ذلك لأن المنام لأول عابر. وزاد الترمذي ولا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. وإذا رأى غير ذلك المذكور وبين ذلك الغير بقول مما يكره، يحتمل كون ما مصدرية وكونها موصولة حذف عائدها المنصوب وكراهتها بقبح صورتها أو تأويلها، فإنما هي أي الرؤية وتخالف الضميرين تذكيرا وتأنيثا تفنن في التعبير من الشيطان، أضافها إليه لكونها على هواه ومراده، وقيل لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة لها في نفس الأمر، فليستعذ من شرها. قال الحافظ ورد في صفة التعوذ من شر الرؤية أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي قال إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي، ولا يذكرها لأحد أي وإن كان حبيبا وعلى وجه التعبير وغيره، يعني ما تبقى رؤية سيئة ما تقولهاش لحد ولو لحبيب ولبيب ولا لنفسك حتى، شوف قد إيه. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وإذا رأى الرؤية القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها أحد، فعدم ذكرها لما فيه من شرها من أسباب الوقاية من ضرها، كما قال فإنها أي الرؤية المذكورة لا تضره أي لا يحصل له ضرر بسببها، فالإسناد إلى السبب متفق عليه. وعن أبي قتادة تقدمت ترجمة رضي الله عنه في باب تحريم الظلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، وفي رواية للبخاري أواخر كتاب التعبير في حديث أبي قتادة المذكور الرؤية الحسنة أي بدل الصالحة، فالمراد منهما واحد لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، والمراد الحسنة صورة والصالحة تأويلا. من الله الرؤية الحسنة من الله، والحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام، قال في النهاية وتضم أيضا حلم والحلم من الشيطان. قال الزركشي وراك وراك الزركشي رضي الله عنه هذا تصرف شرعي بتخصيص الرؤية بما يراه من الخير والحلم بما يراه من الشر، وإن كان في الأصل لما يراه من النائم. وفي النهاية الرؤية والحلم عبارة عما يراه النائم في نوم من الأشياء، لكن غلبت الرؤية على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والشيء القبيح، ويستعمل كل منهما موضع الآخر. وقال ابن الجوزي الرؤية والحلم واحد، غير أن صاحب الشرع خص الخير باسم الرؤية والشر باسم الحلم، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن يساره. قال القاضي عياض أمر به طردا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيرا له واستقدارا، وخص بها اليسار لأنها محل الأقدار ونحوها ثلاثا منصوب على المفعولية المطلقة لينفس، وليتعوذ أي بالله تعالى من الشيطان، وذلك لأن الله تعالى قدر وجود ما يسوء من الرؤيا عند وجوده، فإبعاده يقتضي إبعادها، فإنها أي الرؤية لا تضره، متفق عليه. ورواه أصحاب السنن الأربعة، مين هم؟ أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، أدي أصحاب السنن الأربعة، فهم؟ سهلة؟ لو حطيت معهم بقى البخاري ومسلم يبقوا أصحاب الكتب الستة، مش كده برضو؟ طيب
يا الله يا كريم. النفس نفخ لطيف، وتقدم ضبطه ومعناه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأولى عنهما لأنه صحابي ابن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أي في المنام أحدكم أي الواحد منكم الرؤيا يكرهها لصورتها أو لتأويلها، والجملة حال أو صفة مما قبله لتعريفه بأل الجنسية، فليبصق بضم الصاد المهملة. قال ابن زعوية: بدلا من الزاي قال كزروني، والبزاق ماء الفم الذي يلفظ. عن يساره لأنها الجهة المعدة للمستقذر والمكروه ثلاثا زيادة في الإهانة للشيطان. وليستعذ بالله أي باللسان مع جنانه من الشيطان، كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه حين الرؤية المكروهة تفاؤلا بتحول الحال من الرؤية القبيحة إلى الرؤية المليحة، نظير ما قيل في تحويل الإمام الرداء في خطبة الاستسقاء. وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث به الناس. متفق عليه كما في المشارق، رواه مسلم في التعبير. وعن أبي الأسقع بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح القاف بعدها عين مهملة ومثله في الضبط المذكور اسم أبيه، وقيل بل كنيته أبو شداد وبها بدأ المصنف في التهذيب، وقيل أبو محمد، وقيل أبو الخطاب، وقيل أبو قرصافة بكسر القاف، واثلة بكسر المثلثة ابن الأسقع، وقيل ابن عبد الله ابن الأسقع ابن عبد العزة ابن عبد ياليل ابن ناشب ابن غيرة ابن سعد ابن ليث ابن بكر ابن عبد مناة ابن كنانة الكناني الليثي رضي الله عنه. قيل أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك وشهدها معه وشهد فتح دمشق وحمص، وقيل أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وكان من أهل الصفة. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 56 حديثا، وانفرد البخاري عنه بحديث ومسلم بآخر: سكن الشام فسكن دمشق ثم استوطن ببيت شبرين بلدة بقرب بيت المقدس، ودخل البصرة وله بها دار، توفي بدمشق سنة 86 عن 98 سنة، قاله أبو مسهر. وقال سعيد بن خالد: توفي سنة 83 عن 150 سنة. قال المصنف في التهذيب والصحيح الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى بكسر الفاء وفتح الراء جمع فرية، وهي الكذبة العظيمة، الكذبة العظيمة أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، عد الادعاء بإلى لتضمن معنى الانتساب، وإنما صار أعظم لأنه افتراء على الله تعالى، لأن المدعي إلى غير أبيه كأنه يقول خلقني الله من ماء فلان وإنما خلقه من ماء غيره، أو يري من الإراءة منصوب عطفا على مدخول إن أي وإن، وأن يري عينيه ما لم ترى، وفي رواية للبخاري ما لم يرى، أي يكذب في رؤياه بأن يقول رأيت في منامي كذا ولم يكن يرى. وإنما كان أعظم لأن ما يراه النائم إنما يراه بإراءة الملك، والكذب عليه كذب على الله، لأن الملائكة رسل كانوا بيكذب على الرسل. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل الحديث. قال الطبراني: إنما أسند الوعيد على الكذب في المنام، مع أن الكذب في اليقظة أشد مفسدة منه، إذ قد يكون شهادة في قتل أحد أو أخذ مال. قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين، وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة، فهو من قبل الله سبحانه وتعالى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينسب إليه من الحديث ما، أي شيئا أو الذي لم يقل. وقد صح متواترا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري والله أعلم. وكده نبدأ في كتاب السلام غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم خلق ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.